يعمل الهجومات المضادة السريعة، وممكن يستطيع مخادعات. حذاري من هذه الكرة الخطيرة، حذاري من هذه الكرة الخطيرة، ولحسن حظ قواوي انه تسديدة اللاعب كالونغو كانت جانبية، او تسديدة اللاعب كالفين كايندي. شوف اللقطة الخطيرة، والناس هو ما تمكنش من هذه الكرة، وكالفين في هذه المحاولة الخطيرة الأولى ربما في المباراة من جانب نادي زاناكو. الركنية تنفذ داخل منطقة العمليات وإبعاد الخطر، لكن الكرة تبقى زامبية. ثم عمر داود إلى حميد برقيقة، عمر داود يستعيد هذه الكرة، المخالفة تنفذ بسرعة، حذاري لا سمير زازو. شوف عناصر الشبيبة وكأنه بعض اللاعبين يتخلصوا من الكرة وفقط، يظهر نوع من التسرع على بعض اللاعبين، ورغم ان الوقت ما زال يعني بدل حوالي نص ساعة لعب، نظن ما لازمش يطيحوا في الفخ تاع التسرع، لان التسرع مش راح يخدم اللاعب. سيمان راحوا يبدا، كرة جانبية خطيرة جدا من نور الدين درويش او من انور بوجقجي. هنا يعني تضيع كرات مثل هذه امر صعب جدا بالنسبة للشبيبة. شوف انور بوجقجي موجود في مكان مناسب جدا. شوف يعني توغل من الجهة اليمنى واليسرى، الشيء اللي كان ناقص كثير في الشوط الاول، يعني حوالي الان ربع ساعة ولا 17 دقيقة لعب، يعني كم مرة جاب الخطورة تاعو توغل من الجهة اليمنى واليسرى الشبيبة، وخاصة من الجهة اليمنى، يعني باش نأكد نظن لو يواصل هكذا راح يسجل يعني الهدف تاعو، وهو الشيء اللي نتمناه. وتنفذ الكرة داخل منطقة عمليات، وتدخل الحارس، تدخل الحارس عن طريق كولالا، وإنقاذ الموقف في آخر لحظة من هذه الرأسية، رأسية مفتاح رحم. هنا كبير مضروب على الحارس كولالا، اتمنى انه يتوج هذا الضغط بهدف اول. ركنية حمزة يهاجم باكبر عدد ممكن الى بن حاج، بن حاج احتفظ بالكرة، يبحث عن المراوغة ويبحث والتوغل، ينجح في فتح الكرة والهدف، والهدف الاول من حميد برقيقة، هدف رائع من حميد برقيقة في وقت مناسب جدا. يا سلام، هدف في وقت حساس ومناسب من عناصر شبيبة القبائل، هدف مستحق بالنسبة لشبيبة القبائل، لأنه جاء بعد مجهودات كبيرة طويلة وعريضة وشاقة من عناصر الشبيبة. ضرورة استغلال الفترة التي تلي تسجيل الهدف والارتباك الذي قد يكون في عناصر الصفوف عناصر نادي زاناكو. حميد برقيقة يتوج مجهودة، شوف سيمان راحو، فتحة من سيمان راحو، صعود حميد برقيقة فوق الجميع، وتسجيل الهدف الأول في وقت مناسب جدا وفي وقت مهم جدا، وحماس كبير نشوف في المدرجات. إذا هدف أول للشبيبة في وقت مناسب جدا. كان المفروض استعمال هذا الضغط في فترة في الفترة هذه بالذات، كانت باش يكون الوقت الكافي حتى لمواصلة المقابلة، يعني الفريق بهذا المنوال راح يسجل الهدف تاعو، أن الضغط هذا أرغم الفريق زاناكو باش يرتكب عدة أخطاء، وكنا تنبأنا لهذا الشيء حتى في الشوط الأول. حمزة ياسر، حمزة ياسر وجه لوجه، حمزة ياسر، وتدخل الحارس كولالا، يتدخل الحارس كولالا وينقذ الموقف من كرة خطيرة. حمزة ياسف وجه لوجه من امام الحارس كولالا، الى خمسة لاعبين في الهجوم، وممكن ما لازمش لاعب الشبيبة كرة حمزة ياسف، وتدخل الحارس، تدخل كولالا من امام حمزة ياسف، الخطر يبقى قائم، التسديد والهدف الثاني، التسديد والهدف الثاني، والهدف الثاني بالعقب من حمزة ياسف. حمزة ياسف وفي لتقاليده وتسجيل الأهداف، أهداف حاسمة ومهمة من حمزة ياسف، بعد ما كان تسديدة قوية من أنور بوجقجي، حمزة ياسف في المكان المناسب ويهدي الفوز والهدف الثاني لفائدة فريق شبيبة القبائل، أو قد يكون أنور بوجقجي. على كل التسديدة من أنور بوجقجي وتحويل مسار الكرة كان من حمزة
ياسر هدف ثاني منتظر بالنسبة لعناصر الشبيبة. توفيق نقدر نقول تغيير طريقة اللعب أتت بثمارها في هذا الشوط الثاني. شوف ربما إعادة تسجيل الهدف، شوف في المرة الأولى تدخل كولالا، أنور بوجقجي تسديدته قوية، وحمزة ياسف ربما شوف تسديدة حمزة ياسف بالفعل يلمس الكرة، وحمزة ياسف هو مسجل الهدف في منطقة نادي غلط، وشيء مهم ومهم جدا بالنسبة لعناصر شبيبة القبائل. وأعلام شبيبة القبائل هي أمام غرفة التعليق وشيء صعب من متابعة المباراة. نفذ الركنية باتجاه القائمة الثاني والحسن مرتين والهدف، والهدف الثالث من زاوية مغلقة من حميد برقيقة. حميد برقيقة يهدي التأهل لشبيبة القبائل بطريقة رائعة جدا، بطريقة رائعة جدا. حميد برقيقة في القائمة الثاني كرة كانت تبدو ضائعة وفي زاوية مغلقة، حميد برقيقة يواجه أو يفاجئ الحارس كولالا ويضيف الهدف الثالث، هدف الأمان، هدف الإطمئنان، هدف التأهل، هدف المرور إلى الدور المقبل بالنسبة لشبيبة القبائل. فوز على طريقة الكبار وعلى طريقة النوادي الكبيرة بعد ما انتهت المرحلة الأولى بتعادل السلبي صفر مقابل صفر. شوف الركنية صعبة جدا بالنسبة للحارس كولالا، متابعة القناص والهداف حميد برقيقة. كولالا ليس له ما يفعله في هذه الكرة إلا أنه يتلقى الهدف الثالث وهو هدف الأمان والإطمئنان. شوط أول صفر مقابل صفر، شوط ثاني 3-0 أمام منافس محترم جدا جدا. أكيد هذا منافس محترم جدا ويتمتع بفنيات فردية لا بأس بها، ولكن نقول غير تماما طريقة اللعب تاعو. ونهاية المباراة بفوز شبيبة القبائل بثلاث أهداف دون مقابل، هدف أول في الدقيقة 69 عن طريق حميد برقيقة، هدف ثاني الدقيقة 75 عن طريق حمزة ياسف، وهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع عن طريق حميد برقيقة ثانية الذي سجل ثنائية. مبروك لشبيبة القبائل على هذا المرور.